منهم طعنة حتى كانت في الرقبة وستة في القلب، مرة يسقفنا ومرة يسقفنا زين هنا وهنا وهنا، وتزوق دي وتزوق دي وتطلع وتزغرت مع كل. أهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية النهاردة اللي فيها بتتجلى فعلا قسوة الزوجة، بتتجلى فيها كيف تكون الزوجة المصرية مخدعة جبارة قاسية قتلة، بتعملش حق للعشرة ولا حق للأولاد اللي بينهم ولا للحياة ولا تعب الزوج ولا شجاه علشان يصرف عليها وعلى أولادها. بتبان قمة الندالة، قمة الوساخة، قمة كل شيء في تلك الزوجة المصرية اللي لا تراعي ربنا ولا تراعي ضميرها ولا تراعي أي حاجة أبدا غير عشقها والجنس فقط لا غير. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف الجريمة دي اللي حصلت في شبرا الخيمة، بالتحديد في منطقة راقية اسمها منطقة بيجان في القليوبية. ايه اللي حصل؟ هي متجوزة، هي اسمها امل، متجوزة فرج جواز تقليدي، جواز صالونات، الراجل معاها قرشين، عنده شقته، عنده وظيفته، دخل البيت من بابه. يا عم انا عايز اتجوز امل، شغال يا ابني، شغال كذا، موظف في كذا في وزارة الري، ابويا فلان، ام فلانة، عندي شقتي في بيت ابويا، شقه مستقله في الدور الرابع، محدش هيدخلها، لا ابويا هيدخلها ولا امي هيدخلها، ما تخافيش، هو صاحب بيت عيله، لكن محدش هيقعد معايا في الشقه، اكلنا وشربنا ونومنا في شقتنا لوحدينا، هنطبخ لوحدينا وناكل لوحدينا وننام لوحدينا، ولو حبيتي تنزل عند امي وابويا براحتك. اصل في ناس بتخاف تقول لك لا ما تقعدش، ما تقعدش في بيت عيله، هي متجوزه هتخدمك انت ولا تخدم ابوك ولا امك؟ لا هي مالهاش دعوه لا بابويا ولا بامي، شقه مستقله. فعلا سهل الولد لجوه كويس جدا ومتدين ويعرف ربنا، وفعلا مستقل بحياته جدا بعيد عن ابوه وامه، ابوها فرح والبنت فرحت وخلاص واتجوزوا مية مية. امل شغاله في محل كوافيه، حاول فرج بكل السبل، يا بنتي الحلال انا دخل كويس، انا ما بحبش مرات تشتغل كوافير. قالت له انت اتجوزتني وانت عارف ان انا شغاله في محل كوافير، انت حبيتني وانا شغاله في محل كوافير، اخلاقي انت لما سالت عليها وجيت تقدمت لي كنت عارف ان اخلاقي فوق الشبهات. قال لها يا امل انا عارف ان اخلاقي فوق الشبهات، وعارف ان انت متربيه كويس، وعارف ابوك وعارف امك وعارف سمعتك، لكن انا ما دام اتجوزتك وما دام انا قادر اصرف على بيتي واكفيه، ايه الحكمه ان انت تنزلي تزيني في العرايس وتقعدي تعملي في وشهم وتقعدي تلوني في خدودهم وتقعدي تصرحي في شعرهم؟ انا عايز مراتي مستته مية مية جوه شقتي. قالت له لا انا ليا دخل مستقل وبيجي لي زباين بالاسم، مش هسيب الشغل. قال لها خلاص شوفي انت بتكسبي كام في اليوم وانا يا ست الحلال هديهولك، لو بتكسب 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه ليك عليا اهديهم لك كلهم يوم بيوم. قالت له مش هقدر اسيب الشغل. لا مفيش فايده، وابوها اتدخل واخواتها اتدخلوا، يا عم فرج هي البنت بتسلي نفسها، انتوا لما ربنا يرزقكم بالعيال يبقى تكلموا انتوا لسه. المهم مرت الايام وجابوا عياله 100 100 وهي برده شغاله، وهو الزوج قال لك خلاص ايد على ايد والدنيا ماشيه والاولاد بيكبروا والدنيا غاليه، قرش معاها على قرش معايا الدنيا تسند. وفعلا في الوقت ده امل كان زهقت من جوزها، واحنا عارفين ان بتيجي فتره الزوج والزوجه بيحصل نوع من الفتور، من عندها قول من عنده قول، المهم العلاقه ما بقتش زي الاول. في الوقت ده ظهر في الصوره سيد عامل على قد حاله لكن صحته مساعداه، والطول بعرض بجته 100 100. امل ما تعرفش في لحظه ياسه وغيره تعرفت عليه، المهم ابتدى ان هو يكلمها في التليفون، ابتدى ياخد صفحتها، ابتدى يتكلموا على الواتس على الفايبر على الايمو، لغايه ما عرف مواعيد وظيفه جوزها، بيشوف بيشتغل فين وبيروح امتى وبيجي امتى وبيقوم من النوم امتى وبينام امتى. ابتدى يتردد عليها في المحل الكوافير، وبعد كده ابتدى يكلمها في التليفون، عرف ان هي قاعده لوحديها والاولاد في المدرسه وجوزها نزل الشغل. هي ما قالتلوش تعالى، لكن بامانه عشان ما نظلمهاش، هو فعلا فوجئ ان هي بتخبط عليه، فوجئ ان هو بيخبط عليها في الباب. اول ما فتحت انت اتجننت ازاي تيجي لي زي ما تجيش، راح زيك ودخل جوه مره واحده، كانوا مع بعضهم في السرير تبادلوا نداء الجسد. لحظه ياس منها اقول، لحظه ياس منه اقول، او جراه منه اقول، ايه اللي خلاها عملت كده؟ هي نفسها ما تعرفش ايه اللي خلاها عمل كده، هي جراه منه وقله ادب، واحنا عارفين شباب اليومين دول بقى بيراعوا ربنا ولا بيخافوا من حد. المهم بعد ما نام معاها ولب معاها نداء الجسد، ابتدت الموضوع يحلى في عينيها ولقت الموضوع سهل. يوسف بينزل ولادها في المدرسه وهي قاعده، ابتدت ما بتروحش محل الكوافير غير على مزاجها وترجع على مزاجها، المهم ان هي تلبي نداء الجسد مع سيد. استمر الوضع كده لغايه ما يوسف ابتدى قال لها انا خلاص زهقت من العيشه واللي عايشينها، انا انت بتاخر في المحل لما يكون في افراح، وانت 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 لازم تشوفي. رجعت لنغمه سيب الشغل من تاني، لقت نفسها ان هي محتاره ما بين حبيبها وبين جوزها، فقالت لجوزها خلاص انت مش طايقني وانا مش هقدر اسيب الشغل، خلاص نتطلق. جوزها حاول معاها شمال يمين برضو، اصرت فقال لها خلاص يا ستي خليكي في شغلك، انا عايز اريحك، دي تاني مره بطالبك بيها براحتك.
في الوقت ده ابتدى بيضيق عليها في الدخول وفي الخروج، وبيروح لها المحل وبيجيبها من المحل زي ما يكون وصل له كلام او ما وصلوش كلام. المهم لاحظة ان هو ابتدى يضيق عليها في الخروجات وفي النزول وفي الطلوع، وابتدى مواعيد عمله بتتلخبط معاها، ما بتخاف احسن جوزها يطب عليها في اي وقت. فقالت لسيد: يا سيد انا ما اقدرش ابعد عنك. وسيد قال لها: انا برضو مش هقدر ابعد عنك. طب نعمل ايه؟ قالت له: لازم نتخلص من فرج. قال لها: سيبيلي الموضوع ده. عملت ايه بقى؟ شوف بقى لما بقول لك المرأة وانطلت عشرتها، لا تذكرت جوزها ولا خوف عليها، مش عايزة تشتغل عشان تخليها ست مستتة في بيتها، ولا خافت ولا عملت حساب لربنا ولا العرضة ولا الشرفها ولا العرض جوزها وشرف جوزها ولا العرض ابوها واهلها ولا اي حاجة خالص. كان همها كله تتخلص من جوزها وتلبي مع السيد وتتجوز سيد فوق في شقة جوزها وعلى سرير جوزها، مش فارق معها حاجة خالص. المهم رسموا الرسمة، قالت له: طب اسمع احنا نرتبها مظبوط. قعدوا هما الاثنين وكان معاهم واحد بس، الواحد ده بيقول: والله انا كنت قاعد وهم بيرتبوا، انا قاعد اسقف له وقاعد اسقف له، عجبوني جدا. بعد ما كانوا جايبيني او انا كنت موجود عشان ارسم لهم الخطه، انا كانوا هم بيخططوا وانا اللي كنت بسقف، اقول الله ينور عليكم، الله اديني اكتر، حلوه الفكره دي. بعد ما كنت هبقى مساهم رئيسي ومشارك، ابتديت اشجع مشجع فقط. مين هو الثالث؟ الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم كان قاعد بيتفرج عليهم، مره يسقف له ومره يسقف له، ومعجب جدا ان فيه اتنين تفكيرهم تفوق على تفكير الشياطين. عملت ايه؟ قالت له: شوف يا سيد انا هقوم بدري، هقول له انا نازله المحل اللي شغاله فيه كوافيره في منطقه بيجام في شبرا خام في الاليوبيه، هو جوزي بينام بينزل شغله على الساعة 10، انا هنزل الساعة 8، والاولاد بروح اديهم المدرسة ويبقى هو الوحيد النايم. قال له: وبعدين؟ اخبط عليه؟ قالت له: لا انا هنزل رايح المحل بتاعي اللي شغالة فيه وهسيب باب الشقة مفتوح، انت طبعا ضامن لان انا موجودة ولا العيال موجودين، هتدخل هتلقى الاوضة اللي في وشك على طول اللي بننام فيها انا وانت، هو دي اوضتنا، تدخل تموته وتطلع تاني وتسيب باب الشقة مفتوح. مية مية فعلا الساعة 8 الصبح خالت العيال نزلت وعملت نفسها بتقفل الباب وراح سبت المفتوح، وراحت محل الكوافير، فضلت قاعدة من محل الكوافير من الساعة 8:30 لغاية آخر الليل، لغاية الساعة 12 واحدة في الليل، لا بتسأل على حاجة ولا بتاع ولا أي حاجة. وراحت خالت العيال من المسج عيطهم معاها محل الكوافير، مرضتش توديهم البيت على أساس إن عندها شغل وفي عرايس والأولاد جابت لهم أكل دليفري وقاعدين ياكلوا على أساس إن إيه مفيش أي مشكلة خالص. طبعا هي سابت الباب، هو سيد طلع لقى فرج نايم في السرير اللي بيناموا عليه، بص زكينا حوالي 7 طعنات في منهم طعنه حتى كانت في الرقبه وسته في القلب، وراح سابه على السرير زي ما هو وراح نزل ولا كانه عمل حاجه. الست طبعا مخلصه وتعبانه بقى اليوم كله قاعده ازاي في عرايس وتضحك والزغرتنا والزغرتنا، واثبتت وجودها جوه المحل وعملت الدور. حتى صاحب المحل صاحبه المحل قالت لها: النهارده انت يعني عامله زي النحله، قاعده تلف على الزباين هنا وهنا وهنا وتزوق دي وتزوق دي وتطلع وتزغرط مع كل عروسه بتيجي وعريس يجي اخوتها تقعد تزغرطي له. قالت لها: والله النهارده انا رايقه وفايقه خالص، وحاسه ان انا كل واحده بزينها ان انا العروسه مش هي. قالت لها: ربنا يبارك لك، وانا عايزك كده عايزاكي كل يوم كده نشيطه وحلوه ومبسوطه وبتزغرطي وبتشاركي الناس فرحتهم، انت كنت عاجباني النهارده عشان كده انا هدي تبسي للاولاد، وراحت عاطيه للعيال كل واحد منهم 10 جنيه. خدت عيالها وروحت بقى تعبانه، هل كان اليوم كله قاعده ازاي في عرايس والزوج والزغرط وترقص وبتاع مع اهل العرسان. المهم طلعت شقتها بتفتح الباب، قالت لهم: يا اولادي يعني باب الشقه مفتوح، ايه اللي بيحصل؟ دخلت: اوه جوزي جملي ولدي ابني حرام، اللي بيحصل؟ سرقونا نهبونا. دخلوا الناس طبعا شايفينها تعبانه وطالعه هي وعيالها، لقوا الزوج على السرير ميت ودمه مصفي كله على الارض وعلى السرير وخلاص. عقبال ما جابوا الاسعاف وديه كان الراجل ميت، ده ميت من الساعه 9 الصبح. جت تحريات المباحث، سؤال شمال لمين سؤال، الزوجة مرة لخبطت في الكلام، لا انا نسبته، انا سبت الباب مفتوح، لا انا سبت. المهم تحريات رجل الشرطة وده وده، اثبتوا الكاميرات اللي موجودة في الشارع دخول احد الاشخاص بيتردد على البيت. المهم قدروا توصلوا له والمخبرين السيئين والمصادر السرية. الزوجة طبعا تلخفنت وهب ما ودتش العيال البيت ليه، ما عرفش ده بجوزك متعود مش يتصل بيك، انت ما سالتش على جوزك ليه، جابوا تليفون الزوج ما فيش اتصال منها خالص على جوزها، المفروض ان جوزها بيرجع الظهر وبيكلموا بعض، اشمعنا في اليوم ده ما فيش اتصالات ولا سالت على جوزها ايه ولا ما جاش ولا راح الشغل ولا ما راحش الشغل، ما فيش حاجه. طبعا ذكاء راجل مباحث شبرا الخيمه، ناس برضو محترفين، اشمعنا انت كل يوم بتتصل بجوزك تطمن عليه، انت النهارده نزلت الساعة 8 ما رجعتش غير الساعة 1 في الليل، طب الفترة دي كلها وما خليتش ولادك ليه يروحوا البيت؟ ما غديتهمش في البيت ليه؟ ما انت كل مرة بتاخديهم توديهم البيت وبتوكليهم وبتنزل المحل في فترة مسائية، اشمعنى النهاردة طبقت النبطشية صبح وليل؟
طبعا بتضيق الخناق عليها، اعترفت وقالت انا ماليش دعوه، الا قتلوا واحد اسمه سيد، انا كنت في المحل وسالوا صاحبه المحل، فعلا صاحبه المحل قالت هو فعلا اليوم كله وهي شغاله وعمرها ما روحت البيت ولا استاذنت حتى غير جبت الاولاد ورجعت، والست دي كانت اليوم كلها معايا. بتضيق الخناق على سيد تم القبض عليه، قال لهم الله العظيم هي اللي سابت لي باب الشقه مفتوح، وهي اللي رسمت لي الخط، وهي اللي قالت لي الاوضه اللي بننام فيها هي الاوضه اللي بننام فيها جوزها فرج، وهي اللي عملت كل حاجه، وباماره انا بعد ما قتلتها اتصلت بيها بالتليفون وممكن ترجع ارقام التليفونات هتلو ان انا بقول لها كل حاجه تمام مبروك. فعلا رجع التليفونات مره ثانيه، الرقم المجهول اللي كان موجود على العده طلع رقم سيد. تضيق الخناق عليهم الاثنين طبعا، كل واحد رابع الثاني، لكن الجريمه واضحه جدا، مات الزوج والزوجة والعشيق الاثنين قتل مع سبق لصالح والترصد. طب انت ما فكرتش في ولادك؟ انت ما شفتيش ابدا ان ولادك ممكن بكرة وبعده يبقى ابوهم ميت وانت هتاخدي اعدام؟ ما فكرتش في مصير الاولاد؟ كل واحدة بس همها الجنس وتلبية نداء الجسد. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.